السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا هذا الفيديو حابب احكي فيه عن رامي العبد الله وعن مشكلتنا بيننا وبين رامي العبد الله. اوكي، قبل ما نبلش هذا الفيديو بتمنى منكم حطوا لايك لهذا الفيديو. اذا كنتم منتظرين هذا الفيديو وحابين هذا الفيديو حطوا لايك للفيديو، لانه الفيديو فيه حكي كتير مهم. اوكي، حطوا لايك لهذا الفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. بس بدي منكم طلب صغير، قناتي الصغيرة قربت توصل للعشرة آلاف مشترك، ضل تقريبا فيها 400 مشترك ومنصير 10,000 أخ وأخت على قناتنا الثانية. أوكي، وهي القناة بس يجينا الدرع 100,000 رح نسميه قناة أنتوا بدكم إياه. أنتوا بدكم الاسم، رح سميه على اسم اللي بدكم إياه. أنتوا بتختاروه وأنا رح سميه مثل ما هاد كلامك؟ هاد كلامي رح سميه مثل ما هن بدهم. وعد مني، هاي وعد الحردين، وعد مني، وعد اللي حردين، مو وعد، وعد. يلا طيب، اوكي اخواتي، تابعوا معنا الفيديو داخلاتكم. اي شخص بشوف الفيديو والشايف الفيديو مو مشترك بالقناة اشترك بالقناة. بنكفر عيد عيد واحد اثنين ثلاثة لحطها من هذا ماشي. يلا واحد اثنين نكفر. يلا طبعا اخواتي سعد اوقاتكم، طبعا تابعوا معنا الفيديو وان شاء الله يعجبكم. تاني شيء، اللي عم شوف الفيديو مو مشترك بالقناة اشترك بالقناة، بنكبر فيكم، بنحبكم، تابعوا فيه. خلينا نوصل هاي القناة لل 500,000 مشترك عن اقرب وقت. اوكي، طبعا هذا الفيديو يا جماعة الخير بدي احكي فيه عن رامي العبد الله. نحن ورامي العبد الله الحمد لله ما ضل شيء بيناتنا ورجعنا هيك مثل السمنة على العسل. بس بدي وجه كلام للناس اللي كانت بتسب وبتشتم وبتغلط بالكومنتات. هلا انت يا حبيب قلبي، شو موقفك بالاعراب؟ شو انت شو شعورك هلا انت بعد ما نحن تصلحنا؟ انت شو سويت؟ شو قدمت لهذا المجتمع؟ لا بس كمان يعني في عالم انه حكت رايه بشكل محترم، وفي عالم وقفت مع الحق، وفي يعني واحد يحكي هيك ويك تمام. شوف، في ناس وقفت بشكل احترام، انت قلت انتقدت بشكل محترم. هذا الانتقاد طبعا بنحط على العين والراس يعني عليك. بس انا شفت كومنتات تقريبا اول فيديو اللي نزلته على قناتي الصغيره 2000 كومنت، وفي منهم كانوا كويسين، هدول بنحطه على انا برايي الشخصي واطول انتقاد حلو. ايه؟ كل شخص بيعلق كومنت بيعبر عن حياته، يعني هذا الكومنت لما بيكتبه هاي طريقه حياته الصراحه. انا بالنسبه لي هيك بشوف مزبوط. وشغله تانية بدي وجه كلام للناس اللي كانت عم بتسب. اوكي، هدول الناس يعني اعتبر انه اهلك كانوا عم يشوفوا الكومنت. واحد الله يسامحك تمام، انا رح اقول لهم يا محلاني انا ارد لهم المسبه. خلص يعني إيه مثال، الله انت عم بتسب اعتبر اهلك عم يشوف الكومنتات، مثل ما اهلك انت غالين عليك اهل غيرك كمان غالين عليهم يا حبيبي. وكل شخص طلع بفيديو وراد الصلح بيناتنا والله العظيم هذا بنحطه على العين والراس. اوكي، شفت كتير فيديوهات ناس انه طلعت بتسوي فيديوهات انه هيك بانتقاد محترم، وفي ناس عم بتقول بدنا الصلح، السوريين لازم نحن ما نتقتل، نحن لازم ما نشتم بعض، نحن لازم نكون ايد وحده. لو كنا ايد وحده ما كنا وصلنا لهون، انتوا بتعرفوا هذا الشيء. اوكي، طبعا يعني مغزى الحديث اللي عم يحكيه احمد او اللي حكيته انا انه في عالم اللي صفت وانتقدت بشكل محترم هي بتنحط على الراس، والعالم اللي شتمت واللي سبت بالكومنتات طبعا ما في غير الله يسامحك. الله يسامحك، يعني هذا بيعبر عن الشخص اللي عم يكتب الكومنت. مزبوط. بنبلش معكم الفيديو، تابعوا الفيديو، حطوا لايك للفيديو. طبعا هذا الفيديو ما راح اسويه كله مشان ما يكون ممل وطلعوا انه السالفه كلها عن رامي او مثلا الفيديو كله انه بس عم نحكي فيه. لا، حابب اسوي لكم هيك شيء جو مشان ما تملوا على اساس الفيديو يعني. تمام، اسوي لكم شيء جو على اساس يعني. راح اعمل رده فعل على فيديوهاتي انا بقناه الثانيه مشان تشوفوا المحتوى بقناتنا الثانيه. اوكي، وراح نحكي كم شغله عن مسلسل العصيان. يمكن كلياتكم بتحبوا حبيتوا هذا العمل وحبيتوا شغلنا بهذا العمل. اصدق معك، فرح نحكي لكم كم شغله عن العمل هذا، ورح نحكي ايمت رح ينتهي هذا العمل وايمت رح يبلش من جديد. على فكره مغيرين الاي سي، هاي مضرطه، مسوينا موديل جديد عم عشقنا نحن عشقنا، ومغيرين الفوكس ما عم ياخذ اوكي واخذ هون مغيرين. عم تسوي له اعلان؟ ايه اعلان ببلاش، اعلان ببلاش. لا شو يدوني وين راي الله؟ لا يا الكعبه، بس نفس الطعمة نسكافيه. في لا في طعم مغيرين طعمه، هاي نسكافيه. انا بس بدي اوجه انه يرجع على القديم مشان ايه رجعوا قهوة لونه مشان ما مشان نضل صحبة مشان نضل صحبة. رجعوا قهوة لونه، قهوة لونه عشقنا. يلا تمام، خلينا نفوت هلا على الفيديو اللي نعمل عليه على اساس ردة فعل. اوكي، تحدياتنا وكذا محتوى لقناتنا الثانية يعني، هذا المهم يعني. اوكي، بس اذا عجبكم المحتوى جد روح اشتركوا فيه يعني، عيب يعني، حطوا لايك كمان هذا الفيديو، خلينا نوصل لايك. متمني يا زلمه هذا الفيديو يوصل 10,000 لايك يا شباب، شو بكون انت يا ام حمار يا ام حمار.
يا اما حمار. 10000 لايك ما بنشوفها، شو بدكم؟ حطوا لايك لايك، كل واحد شاف الفيديو هيك، ايش بتخسر؟ ما بتنكسر ايدك، ابو شريك بس لايك. لا بكون هذا، انا شفت شغل فيديو هيك الساعة 3 بالليل اخيو بعيد عنك هيك، بطلع هيك بالفيديو صافين فيو اخيو، احط لايك ما احط، احط لايك ما احط لايك، ايش في الله؟ اغزي الشيطان احط لايك يا شنان. شلون الحجي؟ حط لايك شنان، اطلع لكم من الشباك، او مثلا شوف تعال نسوي نفس هدول تبيت النكت اللي قبل كانوا يحكوا، ان لم تضغط لايك فاعلم ان الشيطان قد منعك. انت تتكلم جد؟ بيطلع لك جني الساعة 3 بالليل، ها انا برايي حطوا لايك يعني، يلا انت بتكون اتفرج على الفيديو الساعة 3 بالليل دير بالك، هطلي وراك؟ لا يا الكعبة ليك وراك؟ شفته؟ هذا هو ببعت لك اياها بنص الليل، حط لايك يلا يلا، اشترك اشترك فعلا. اذا بتحط سمايل عليه بدي العب افطاسك، اذا بتحط سمايل عليه. لا لا ما راح احط عليك. طبعا ها هي القناة فيها 9000 شو عامل لك يعني، ايش عامل لك؟ 900 و600 مشترك، بدنا نوصلها لل 10000. اه ما وصل ل 10000، بدي 400 مشترك شباب، شدوا لنا الهمة. ان شاء الله هذا الفيديو بينزل بتصل 10000، حط ايدك هون على مطعم بتصور ستوري وبينزل. اوه خسرني يا سيدي، عزيمة اخواتي، هذا المقطع بس نزل راح تشوفوا. طلع بتحداك تمام. هلا انت عندك 900، كم متابع؟ 400 متابع. 400 متابع اخواتي، في تحدي بينه وبينه وراح ينزل عزيمه، هو انا راح اخسره. عزيمه بتصور على الانستغرام على حساب احمد او على الانستغرام تحت. اذا هذا الفيديو بعد ما ينزل لمده يومين بيصل المتابعين ل 12000 متابع. يا سيدي انا قبلان يا سيدي. يلا دي خلينا نفوت على الفيديو، خلينا نشوف التحدي اول شيء. يلا دي طبعا هذا هو الفيديو، والله اي محتوى مثلا نحن عم نسوي تحديات. شوفوا بس بدي منكم طلب صغير، بدي انتم تكتبوا انه هذا القناه شو بدكم اعمل فيه محتوى، انتم عجبكم محتوى ردات الفعل وكذا بهذا القناه ولا لا، فيكم تعطوني رايكم بهذا المحتوى، وفيكم تعطوني رايكم بالقناه الثانيه المحتوى اللي نحن عم نقدمه تحديات وسكتشات بسيطه رح نعمل فيه على اساس وهيك. فهمتوا علي شلون؟ كمان بدكم مو حابين احمد انا باخذ قناه بصور عليها عادي يعني. يعني عادي لا بالعكس، عبر بكومنت. العالم كلها بتطيني يا ما بتطيني، ما انا بطيقك يا شباب، لو بتطيقوني كنا وصلنا لهون اكيد، لو ما بتطيقوني ما كنا وصلنا لهون. يلا يلا خلينا نفوت على التحدي. هون هون انت عم تسلموا مع بعض. اي حلو طلع طلع بكاني الواطي. طبعا لا تستغربوا انه نحن ليش عم نطلع، نحن عم نطلع هيك على الكمبيوتر اوكي، لانه حط الكاميرا هيك شوي بعيدين عنا. يلا سكوتر يا شلون الحجي؟ شلون الحجي؟ وين عم تطلع علي؟ الله بالله شلون الحجي؟ السلام عليكم. الجائزة هون هلا معه 100. اه ما اعطاني شيء منه يونس بشرفك والله 100، طلع حطها بجيبه هون، انا رجعت على البيت ما اخذت ال 50 بس عادي. اوه نصب عليك 50 يورو؟ لك عليه 50 يورو لازم تاخذها منه شباب. هون الصراحة كنا كثير متفاجئين انه نحن محمد قالنا تعوا بركوا رح نسوي تحدي وفي جائزة كثير رح تعجبكم كثير رح تحبوها، فنحن هون بيركين استغربنا انه قال 100 يورو. اوه العام 100 يورو على التحدي؟ مو جيب يا زلمه 5000. انا الصراحه اول شيء فكرت مزحه او مزوره ال 100، انا هيك فكرت، بعدين طلعت شغله جد، اخذ يونس يا واطي طلع انا شلون طلع انا شلون شلون هيك استغربت. طلع قسم بالله اذا ما بطلع تيك توك بحياتك بتاخذ بطلع تيك توك هون بدك تطلع على التيك توك انت، قلت له نفضحك على التيك توك والله، قلت له اذا ما اخذته حتى ما اخذته اخذ يونس. طلع قرش يونس، طلع قرش يونس، طلع قرش 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 يا لامين، وين راي الله؟ وين راي قلت لك ضبه؟ يلا ايه شو ما يعطيني اياه؟ يلا انا بموت انا، شو ما يعطيني اياه؟ قال حطها ما حد يسرقها، حطها هون. طلع شو عم بسوي انا، طلع ايدي وين على الكوخ هذا، هذا الكوخ في وراه المايك، المايك صغير اوكي، وبرو بيجي بخبط على الطاوله بلا روق روق. طلع شو بسوي بترد، طلع برو بيجي بخبط، طلع هو اوكي. هلا راح اعطيكم حرف وبنشوف فيها انتم شو مين بيقدر على بعض. يلا ما حدا بيزعل
المهم هلا هذا الفيديو هذا هو المحتوى، اذا حابين تكملوا روحوا انتم برابط بالوصف روحوا كملوا. خلينا نشوف غير فيديو اوكي. ايش رايك؟ شوفوا انا كمان نزلت كواليس مسلسل العصيان تقريبا جابت 10,000 مشاهده شايفينه. شوفوا راح نشوف هذا التحدي الثاني. الله انتم روحوا شوفوا شيكوا على القناه وشوفوها. شو السر؟ انه نظاراته قاعد بالبيت انه شو شمس. هي نظارات، هي نظارات يا عمري، ما انه شمس او وين رايك؟ هي نظارات هيك يعني انه موديل يعني فهمت علي؟ شلون موديل يعني؟ رجع 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 يا بده 100,000 لايك على الفيديو هذا. طلع طاق وجهه. شايفين يا شباب انه قصده هي الضحكه اللي ما بتوصل 100,000 لايك. حزنت انا بربي. ده شغل موسيقى حزينة على المونتاج. حاطط يونس جنبي منظر يعني منظر ما بيروح. ده شغل موسيقى حزينة على المونتاج. يلا جهزوا حالكم حطوها حالات واتساب. يلا تعال نحزن. يلا اساس ما لي منتبه. يلا نحزن نحزن. يلا تذكروني لا تذكروني بحبيبي يعني بالقوه نسيت. خلاص حاج وين رايك؟ كان دمعة بطرف عيني والحمد لله بجيت. كمل. مو هذا بعده يعني الصراحة. شوف اخواتي يعني القناة محتواها صار تحديات وكواليس. انتوا يعني فيكم تفوتوا تشوفوها يعني. انتوا اختاروا انتوا. تمام؟ هذا التحدي فيه عقاب تمام؟ انتوا فيكم تروحوا تشوفوه طلعوا. هون راح انفذ العقاب. يا حذركم شو هو العقاب؟ بتروحوا بتشوفوه بالفيديو اوكي؟ ايش راح يصير معك؟ عنواني يا عنواني. على السيستم سيستي هي. على السيستم تبعك. على السيستم تبعك. بروك معنا بروك. بروك بروك وجهك قحيط. لهون بكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا إذا عجبكم الفيديو حطوا لايك للفيديو. خلينا نوصلها ل 10,000 لايك أوكي؟ لا تلي مليون أو شريك التاب يا جماعة. بما أنه نحن جماعة هلا سوينا التحدي وصلنا للفيديو على الأقل شيء يعني بدنا 50,000 حط له طوب كل حديثه كل كلامه 50,000 لايك يا جماعة ومن عندي راح أنشره على تيك توك. انشره جماعة تيك توك كلياتكم روحوا هلا بس بدنا أنشره. خلصت؟ خلص أخواني فكرة الفيديو يعني هذا ليش صورت؟ خوادي ليش صورنا هذا الفيديو؟ صراحة كنا نحكي أنا وأحمد إنه القناة راح توصل 10,000 نغير المحتوى إنه أو شو المحتوى الأكثر شيء أنت حابينه. عرفتوا كيف فكرة؟ أنتوا فيكم تعطونا كمان أفكار من المحتوى اللي بدكم إياه. شراتكم بجيب غيركم ونحن بنمشي عليه أوكي؟ فلهون بكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة وبحبكم كثير. يلا إيش بدك تضرب؟ طبعا لا ما هي يا جماعة أنا أصلا أولادنا إحنا. أوه غلطوا. الله كلك ها. لا جربك اللي بعطيك سيجارتين اللولو. والله أبويا يونس تنبعت إن شاء الله بالسيجارة. إيه عبيك والله بعبيك بعبيك روزة. طلع الفوكاس يا سلامة الفوكاس وقف. لا على الكاميرا ما عاد بيدخن والله بعبيه. الكاميرا بطلت تصور. الكاميرا بطلت تصور. أنا انحرقت انحرقت. تمام تمام اسمع اسمع. أنا بالقدر. انحرقت الكاميرا. شباك؟ يلا شباب. بحبكم كثير. ان شاء الله بتشوفونا فيديوهات جديده وتحديات جديده من ورا هالفيديو تمام وبتحديات جديده بتشوفونا على القناه الثانيه طبعا تحديات ونيك. بحبكم كثير. يلا ثلاثتنا طه. السلام عليكم.